استكمالا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية لتجاوز أزمتها الحالية. أقلعت طائرة النقل العسكرية الثالثة والمحملة بشحنة مساعدات عاجلة تضمنت كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة. جانبه قدم مندوب قيادة الجيش اللبناني العميد الركن إلياس جبر الشكر والتقدير للقيادة المصرية والتي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. باسم العماد قائد الجيش بحب أتشكر دولة مصر الشقيقة على المساعدة السريعة والقيمة اللي عم تقدمنا إياها. نحن معودين على الدولة المصرية على تهب دغري لنجدتنا بالكوارث ونجدة الأشقاء كلهم سوا. منتشكر فخامة الرئيس السيسي، منتشكر الشعب المصري. كما أعرب رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية اللواء الركن محمد خير عن عميق شكره وامتنانه للجهود المصرية الكبيرة والمستمرة والوقوف بجانب الشعب اللبناني في محنته الحالية. وهي دليل على تاريخ العلاقات اللبنانية المصرية اللي فشل التاريخ حياة الكارثة اللي وقعت على لبنان وعلى مدينة بيروت الصغرى خاصة لا تقدر بعثمان، خاصة يعني الوقوف الشعب المصري والدولة المصرية اللي إلى جانب المتضررين وإلى جانب الشعب اللبناني وإلى جانب الدولة. هذا دليل خير وعافية للعلاقات اللبنانية المصرية. يأتي ذلك الجسر الجوي تأكيدا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني.